السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الحكمة من خلق السماوات والأرض في 6 أيام أن يؤخذ من هذا أن الإنسان يتعود على الصبر؟ لا، قالوا يؤخذ من هذا إن الإنسان ما يستعجل في أعماله التي يقوم بها، إنه يتريث فيها ويتقنها، إنه يتقنها في صناعة، في حرفة، في بناء، في أي شيء ما يستعجل فيه، وإنما يتقنه ولو أنه تباطأ فيه، لأن المراد منها من قوله تعالى في 6 أيام المراد تعليمنا على إتقان العمل، تعليمنا على إتقان العمل، وإلا فهو قادر على أن يخلقها في لحظة، لكنه جزأ خلقها في 6 أيام تعليما لنا. نعم.